بما انك مو مصدقتيني خلينا نروح على المستشفى. وبتسمعي من عمك حسن. يلا. يعطيك العافية معلم. الله يعافيك. عم ندور على المؤذن حسن، بتعرفه شي؟ بتعرف وين ساكن؟ خير إن شاء الله، شو بدكم من الشيخ حسن؟ لا تخاف، ما بدنا شي، في إلنا عنده أمانة وإجينا لحتى ناخدها بس. كان عم يعطينا العنوان، بس صوته راح، ما في تغطية هون. والله ما بعرف شو أقول.